حظي الموسم الأخير بمجموعة من أجمل اللقطات والمشاهد الرياضية، لذا اخترنا لكم الأهداف الأجمل والتي سجلت في هذه المباريات الممتعة. نترك لكم المشاهدة لإمتاع أنظاركم بروعة هذه الأهداف، لكن قبل المشاهدة نرجو منكم دعمنا بالاشتراك في القناة إن كنتم غير مشتركين وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. والآن هيا بنا لنشاهد الفيديو. البداية ستكون مع الساحر ميسي بهذا الهدف الخرافي الذي سجله في شباك سان جيرمان من هذه التسديدة الصاروخية والتي لم يفلح الحارس في منعها من معانقة الشباك. صنع المهاجم الجامايكي كيمار روفي الحدث بفضل هدف عالمي سجله من مسافة طويلة سبقت منتصف الملعب بقليل، بعد هجمة استغل فيها خروج حارس ستاندر لياج ليضع الكرة بإتقان في المرمى ويحسم الفوز لفريقه رينجرز. سجل الحارس البرازيلي أليسون بيكر هدفا في نهاية الوقت بدل الضائع لينقذ فريقه ليفربول من التعادل ويقوده للفوز على فريق ويست بروميتش، بعدما ارتقى لكرة من ركلة ركنية حولها برأسه في الشباك. خطف الأرجنتيني لاميلا الأضواء بهذا الهدف الخرافي في مرمى أرسنال بعدما سدد الكرة بطريقة مقصية عكس فيها قدميه وسدد كرة خاطفة في المرمى لينال هذا الهدف جائزة أفضل هدف عن شهر مارس الفائت في الدوري الإنجليزي. صنع الفرنسي إيرفين كاردونا الحدث بطريقة مدهشة بعدما سجل هدفا على طريقة مسلسلات الكرتون بعدما تابع كرة عرضية ليرتقي لها في الهواء ويسددها على الطائر. الهندي إجلان مارتينيز دخل هو الآخر موسوعة أجمل الأهداف الموسم الماضي بهذا الهدف والذي سجله بطريقة رائعة للغاية من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد. دخل النمساوي لازارو قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش بفضل هدفه الخرافي في مرمى باير ليفركوزن، حيث تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليحولها بكعبه على طريقة العقرب في الشباك. لانزيني لاعب ويست هام هو الآخر حظي بجائزة أجمل هدف في الدوري الإنجليزي بعدما تمكن من تسديد كرة صاروخية في مرمى توتنهام في الوقت القاتل من المباراة ليدخل لانزيني ورفاقه بفرحة جنونية عقب الهدف الخرافي. النجم المدهش ألاند يسجل هدفا رائعا للغاية في مرمى شالكا بعدما استقبل كرة عرضية ليحولها بتسديدة مقصية في المرمى، وبرغم محاولات الحارس لأنه لم يتمكن من منع هدف من الخارق ألاند. الأفغاني نديم أميري أبدع في تسجيل أجمل أهدافه في مسيرته الكروية بعدما تمكن من وضع هدف مذهل في مرمى إنتراخت فرانكفورت بتحويل الكرة بكعبه في المرمى بعدما استقبل الكرة وقام بالدوران ليهيئ الكرة لنفسه قبل أن يضعها في المرمى.